هو الآن حتى خلينا نكون قريبين يعني من طلع نور زهير ويتهم أخوه عباس السوداني من أنه ماخذ نص مليار دولار يكتب أو يصدق، ما لنا علاقة إحنا. الحقيقة هي تظهر بالعدالة، تظهر بالقضاء. لذلك لما أقول لك آني إحنا ما ندافع عن نظام مشكوك بأمره، مشكوك يعني بنزاهته، مشكوك بوطنيته. بس العفو دكتور حامد، أنت جنابك تتحدث عن شقيق دولة الرئيس أنه أخذ نص مليار دولار من السيد نور زهير. طيب شنو الصفة؟ بس اسمح لي، هي العملية كلها تمت في زمن السيد الكاظمي. يعني السيد السوداني ما كان رئيس وزراء ولا كان رئيس وزراء ولا كان له قوة. خليني أكمل. نور زهير عباس السوداني يبتز نور زهير، لديه القدرة على أن يبتز نور زهير. شنو أكمل حبيبي؟ يعني ترى هذا الكلام صحيح. أرجوك دكتور حبيبي، أرجوك دكتور حبيبي، أرجوك لا ياخذك الخطاب، لا تعتمد الخطاب ولا تعتمد الكلام اللي على وسائل التواصل الاجتماعي. عباس السوداني رجل كان بسيط جدا، قاعد ببيته ما له علاقه بزمن الكاظمي، والسيد محمد الشيعي السوداني كان وزير. فما عنده قدره على حساب اسال نور زهير اللي اعترف عليه. صحيح هذا الكلام، زهير اللي اعترف عليه. هسه انا ما لي علاقه ما لا اعرفه ولا يعرفني. ارجع للنقطه التاليه. أولاً الدولة ما يسمى دولة عراقية هي ماكو دولة، أكو سلطة. هذه سلطة بيها كتل وبيها مراكز نفوذ وبيها توزيع غير عادل للثروات. هذا يأخذ وذاك ينبش، وهذا يعني مثل ما يقول لك يسرق وينهب، وكلها هي القانون والقضاء والنزاهة. الحقيقة الآن معطلة لأنه وصلت الحالة أنه النزاهة والقضاء صارت معركة بينات، وهذا هو الطامة الكبرى، هذه هي المصيبة الكبرى، أنه لا القضاء مستقل بحيث أنه بالفعل يقدر يعني يوصل إلى حكم عادل ويعاقب المسيء والسارق ويعدل مع البريء، ولا النزاهة الآن قادرة على أنه تظهر ملفات الفساد بطريقة أيضا حيادية معتدلة وتقطع الشعب العراقي. دكتور حامد اسمح لي عذرا للمقاطعة، خليني بس أكمل، بس لا تقاطعوني أرجوك يعني. لا بس أنا أريد أقاطعك بسؤالي لحضرتك، تفضل. أنت تعتقد هاي الطبقة السياسية ستزاح؟ تعتقد هاي الطبقة السياسية سيكون لها يوم تنتهي؟ صاركم 20 سنة تعاونوا هاي الطبقة السياسية، ما قدرتوا تحاربوها ولا قدرتوا تسوي لها أي شيء. لا أمريكا، هي أمريكا راضية عليها، بريطانيا راضية عليها، دول الجوار كلها راضية عليها، ما تقدروا تسوي لهم شيء. والديك أستاذ نصير أحسنت على هذا الكلام الأخير، اللي هو هذا يزيد تأكيد على صحة قولنا الآن. أنه أمريكا رايدتها، الصهاينة رايديها، بريطانيا رايدتها، إيران رايدتها، لأنه كلها كل الإرادات جيد. هسه عملية سياسية هو يقول لك أنا أريد أن يجب انتخاب انتخابات. لا أول انتخابات هاي لا شنو انتخابات، أنت تعال شكل حزب وادخل انتخابات وخذ السلطة من عندهم، ما الحين ترضى عليك.